نتصور اللي معناتها الهبه الجديده واللي هي يمكن احسن حاجه وقعت في تونس منذ معناتها فرار بن علي، انه اعاده الروح الى هذه الثوره، لانه الثوره ما امتلكوهاش مولاها من نهار الاول. من نهار الاول جونا ثلاث مرح، ناس ما عندهمش حتى علاقه، كانوا خدم وحشم بن علي، والى حد اليوم مازالوا اللي يحكموا فينا خدم وحشم بن علي وخدم بورقيبه. الناس هذه اللي عملت الثوره، اللي هو نحن ما ننسوش اللي القصرين وتاده كانت مقبره نظام بن علي، لما معناتها انتفضت تاله والقصرين وما بعد معناتها سيدي بوزيد انهار نظام بن علي. وانا اظن كما تنبعت للباجي قيد السبسي الذي معناتها نحن راهو طلعناه لا لشيء، قلنا له بورقيبه عمل محو الاميه، انت تعمل محو الفخر وعمل لك الباكيت. انا نفسيا قال لي ايه ساندني وعد ونعم، وانت ساندت وساندت مسانده، معناتها مش مسانده، شطحت له معناتها شطحه الزنوج. اليوم ماذا يريد الشعب القصرين؟ وماذا يريد شعب حلق الواد المنتفض؟ معناتها على بعد يسموه بالعربية خمس فرسخ من قصر قرطاج. الشعب يريد اسقاط حكومة الباجي قيد السبس لا اكثر ولا اقل. اسمع ايش كيفاش تسمع هذا توفيق باهي؟ شنو كيفاش تسمع كيفاش ترد عليه؟ راي الناس هذه ضحكت علينا، الناس هذه معناتها ما نحبش نقول، معناتها ثم كلمه تتقال، معناتها الشعب التونسي معناتها ضحكوا علينا. الناس هذه قاعده في حزامها الاخضر يتمعشوا بمرسدساتهم وسكرتاراتهم و فهمتني وقصورهم. اخي المشكله لما ناخذ بس يا اخي احنا معليش حتى الشعب جعان، الناس الدهنان تخيط في الواحد، الناس ثم اهانه في هذا البلد، ثم 25% من التوانسه يعيشون تحت سقف البكر. اي حديقه اهانه كبيره. سامحني هما قاعدين. لحظه الكريم نحن شو وقع؟ هل نفهموا شو وقع باش نفهموا علاش نتكلم؟ نحن تفاقم الفساد في البلاد، فد الشعب قال هؤلاء مش معقول نموت وما نبقاش معاك، يعني تغير النظام هكا ولا ومشي راس النظام. ايش عملنا؟ جاءوا ناس فاسدين اخرين وتجمع الفساد السابق على الفساد اللاحق، واصبحنا نعيش بين فسادين، ويعني والناس قاعده تغزل بعضهم كانوا متلموا على حكايه. اسمعني اي لا واش ناكد بالارقام، انا وخرنا يا اخويا توفيق يا غالي، تو اخيرا نسمع في انه في الاذاعه وانا جاي في اذاعه الشباب يقولوا نشرة 8:30 يقولوا راهم عملوا اجراءات جديده للقصر. انا جاي الاجراءات، انا جاي يا ودك يعرفوا يعملوا اجراءات علاش انت تشعل هذا السؤال، اعطيني الاجراءات.